السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل وطلابنا الأعزاء وزملائنا وكل المتابعين والمهتمين بقناة ألف توعية صحية. أهلا وسهلا بكم جميعا. شهر مبارك على الجميع، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله يعود علينا كل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة وعافية. طولنا عليكم، ولكن رمضان شهر الخير وشهر الراحة وشهر الإجازة، وكان معانا اليوم موعد لازم ان احنا نظهر معاكم فيه، وموعد اعلان نتيجة الجائزة الاولى للمسابقة الاولى لقناة الف توعية صحية. فكما وعدنا الذين شاركوا في المسابقة، هي مسابقة بسيطة على قدر القناة، ولكن ان شاء الله بالمسابقات القادمة بتكون مسابقات اقوى وجوائز اقوى في القناة باذن الله. طبعا كما وعدنا نحن في تاريخ 22/3 بيتم إعلان الجائزة الأولى في المسابقة الأولى لقناة ألف توعية صحية. وكانت بالنسبة للجائزة زي ما تكلمنا سابقا أنها جائزة رمزية، وهي عبارة عن كتاب في علم الأدوية لكل المهتمين، الأطباء والصيادلة والممرضين والمهتمين في المجال الطبي. طبعا اليوم 22 الساعة 12 مساء مبارك بيتم إعلان النتيجة. بكل الأحوال هو بنعمل على سحب عشوائي من الكومنتات من التعليقات الموجودات على فيديو المسابقة في قناة ألف توعية صحية في على اليوتيوب. الاسم الذي بيكون على هذا الخيط أو على هذا الربل هو بيكون الفائز بمعانا بكتاب العلم الدواء اليمني أو المرجع الدوائي اليمني. بنعمل خمس سحبات، والاسم الذي أو الحساب الذي بيستقر على هذا الخط هو الفائز معنا في المسابقة الأولى لألف توعية صحية. نبدأ. طبعا الفائز هو الحساب هذا. ألف مبروك. طبعا صاحب الحساب لابد انه يتواصل معنا ان شاء الله تعالى.